بعد ما قضى يوم طويل في الشغل على غير المعتاد بالنسبه له خرج من شغله بعد الساعة 12 بالليل كانت الشوارع كلها فاضية والناس كلها نايمة في بيوتها وده لأن كان يوميها كان الجو برد جدا وكانت الدنيا شاتية فكل الناس كانت في البيت وكانت الدنيا بتشتي وهو ماشي بعربيته والرؤية ما كانتش واضحة أوي بص من بعيد لقى فيه بنت جميلة واقفة كده على الطريق بتحاول تلاقي تاكسي علشان يروح فراح علشان قال خدها معايا اوصلها برضو بيتها فلما قرب منها بيبص لقيها جميلة جدا فوقف بعربيته بيته وقال لها طلب منها لا اركبي هوصلك معي فركبت على طول من غير ما من غير ما تتكلم معاه ركبت وقعدت جنبه بدا يتكلم معاها ويسالها انت مين ومنين ومروحة رايحة فين كانت بتجاوبه ببساطة وبتاخد وتدي معاه في الكلام وبتضحك له بعد كده بدأت ان هي تعاكسه شوية بدأت تتغزل فيه ده شجعه ان هو كمان يبدأ يتغزل فيها وده لأنها هي بنت كانت بنت جميلة جدا بدأت تميل ناحيته على قعدتها على الكرسي جنبه هو كمان بدأ ان هو يميل ناحيتها حط ايده على رجليها علشان يبدا ان هو يغازلها وهو حاطط ايده على رجليها فجاه حس بحاجه غريبه حس ان الملمس بتاع رجليها غريب مش رجل طبيعيه كده فيها حاجه مختلفه في حاجه غلط فبدا يركز اكتر بيبص على رجلها من تحت فجاه لقى رجل معزه استغرب بدا الخوف يظهر في عينه بيبص لها لقاها بتضحك له وعينيها بدا لونها يتغير فجاه بدا بدا يحس برعب بدا يحس بخوف فتح باب العربية بتاعته وطلع يجري بسرعة بيبص على العربية تاني بيبص فجأة ملقاش حاجة ملقاش موجودة جوا العربية ده ما خلهوش يرجع لعربيته تاني فجأة كمل جري زي ما هو لحد ما وصل البيت دخل بيته هو عمال بينهك وهيموت من الرعب على اللي هو شافه مراته قابلته قالت له في ايه مالك عامل كده ليه بصوت مليان بالرعب قعد يقول لها انا شفتها كانت معايا في العربية فمراته قالت له هي مين دي قالها عيشة قنديشة في المغرب توثق الرواية الشعبية حكاية عيشة قنديشة أو مولاة المرج سيدة المستنقعات أو بغلة المقبرة كلها أسماء لنفس الشخصية المرعبة التي روعت أطفال المغاربة وأصّلت فيهم صورة المرأة الشريرة المغوية التي تصطاد الرجال لتمارس معهم الجنس ثم تقتلهم انتقامًا منه تشترك الحكايات الشعبية في المغرب على اختلاف مناطقه في صفات عيشة قنديشة المخيفة، والتي يقال أنها تجمع بين الجمال النسائي الأخاذ والقوائم الحيوانية، وهي جنية من العالم السفلي للجن والشياطين، تدخلت في عالم البشر كي تغوي رجالهم، فتستدرجهم في الليالي المظلمة لتمارس معهم الجنس، ثم تقتلهم لتتغذى بلحمهم ودمهم. توجد عشرات الحكايات عنها، منها من يحكي عن مجموعة من النسوة في قرية من القرى المغربية. اجتمعنا على وليمة نفاس جارته خلال الطعام تنبهنا لوجود امرأة غريبة تنظر شزرا للنفساء ارتعبت النسوة منها لكن لم يظهرن خوفهن وعند انتهاء الوليمة رحلنا جميعا ومعهن الغريبة التي اختفت إلا أن النفساء ظلت تقسم أنها تراها نائمة في إحدى غرف منزلها ولما طال بها الأمر قرر زوجها أن يثبت لها عدم وجود أحد معهما غير أنه ما إن داخل الغرفة التي أشارت اليها زوجته على أن الغريبة تنام فيها حتى سمعت القرية صرخته وحين اقتحموا المنزل وجدوا الزوجة قد توفت بنوبة بنوبة قلبية من الخوف وهي متخشبة مفتوحة العينين تنظر لبقع دم في الغرفة المشؤومة ولم يجدوا أثر للزو وروى أخرون عن وجود سيدة في رداء أبيض ناصع تتجول في الشوارع المظلمة لمدينة الدار البيضاء المغربية في التسعينات ويقال أنهم سمعوا صرخات لرجال مشردين ولم يتم العثور عليهم في الصباح التالي. وبما أن عيشة قنديشة تنتمي إلى عالم الجن والشياطين فطبيعي أن توجد حكايات عن تجولها في المقابر ليلا ويصل الأمر ببعض القرى إلى عدم المرور بالمقابر ليلاً خاصة الرجال خوفاً عليهم من أن يقعوا ضحية الجنية المغرية القاتلة أو أن تتسبب لهم بالجنون بواسطة ألاعبها السحرية ونسبت بعض الروايات الشعبية المغربية أيضاً لعيشة قنديشة أنها تخطف الأطفال الرضع الذكور وتقتلهم وأن مجرد نطق إسمها يجلب اللعنة على قائله فتحرص النساء على عدم ترك أطفالهم المولودين حديثا وحيدين في الغرفة خوفا عليها تفتن عيشة قنديشة الرجال بجمالها وتستدرجهم إلى وكرها حيث تمارس الجنس معهم ومن ثم تقتلهم فتتغذى على لحوم ودماء أكسده، إلا أنها تخاف من شيء واحد وهو اشتعال النار أمامها وفي إحدى القصص التي تدور حولها يزعم أن عيشة قنديشة اعترضت مرة سبيل الرجال يسكنون القرى، فأوشكت على الإيقاع بهم من خلال فتنتها إلا أنهم استطاعوا النجاة منها خلال قيامهم بحرق عمائمهم أمامها، وذلك بعد أن لاحظوا شيئًا فيها يميزها عن بقية النساء، وهو أقدامها التي تشبه قوائم الجمل. إذن فالسبيل الوحيد للنجاة منها هو ضبط النفس ومفاجآتها بالنار. لأنها تعتبر نقطة ضعفها، ويصور التراث الشعبي المغربي عيشة قنديشة مرة على شكل ساحرة عجوز شمطاء وحاسدة تقضي مجمل وقتها في في حبك الألعيب لتفريق الأزواج، ومرة أخرى بشكل يشبه بغلة الروضة أو ما يعرف ببغلة المقبرة، فتبدو مثل امرأة فاتنة الجمال تخفي خلف ملابسها نهدين متدليين وقدمين تشبهان حوافر الماعز. أو الجمال أو البغال وكل من تقوده الصدفة في أماكن تواجدها يتعرض لإغواها فينقاد خلفها فاقدا للإدراك إلى حيث مغبأها من دون أن يستطيع المقاومة وهناك تلتهم بلا رحمة لتطفئ نار جوعها الدائم للحم ودم البشر لا ينحصر تداول هذه الأسطورة في أوساط العامة فقط كتب عالم الاجتماع المغربي الراحل بول باسكون عنها في كتابه اساطير ومعتقدات حيث تتداول الاوساط العامه اسطوره تحكي كيف ان استاذ اوروبي للفلسفه في احدى الجامعات المغربيه كان يحضر بحث حول عيشه قنديشه فوجد نفسه مضطر الى حرق كل ما كتبه حولها وايقاف بحثه ثم مغادره المغرب بعدما تعرض لحوادث عده غامضه ومتلقه لا توجد مصادر تاريخيه موثقه حول حقيقه هذه الشخصيه الاسطوريه لكن بعض المؤرخين المغاربة حاولوا تقصي الحقيقة من وراء الأسطورة، فيقول المؤرخ المغربي المعطي منجب في تصريح لموقع أصوات مغاربية إن عيشة كانت إمرأة مقاومة ومناضلة ضد الإحتلال البرتغالي للمغرب في القرن الستاشر، اشتهرت بجمالها البهر، فكانت تستخدمه لإغواء الجنود واستدراجهم لمناطق معزولة حيث تسبعهم بطريقة مرعبة وحين أعيت الجيش البرتغالي الحيل أشاعوا أنها جنية تسكن المقابر والأودية والمستنقعات كي يغطوا على ضعفهم في الحد من عمليات الذبح التي طالت جنوده وقال بعض المؤرخين أن عيشة دقيت حتفها بعد مشاركتها في معركة وادي المخازن سنة 1578 ولكن لم يتم العثور على جثتها يتميز المجتمع المغربي بتشبثه بالتقاليد والعادات وقد احتلت حكاية عيشة قنديشة مساحة هامة من الخيال الشعبي تتوارثها الأجيال المغربية ولا تزال تلقي رواجا لدى الأطفال وهو دليل على عمق تأصل الخرافة في الوعي المجتمعي فهي تتجاوز عنصر التسلية والمتعة لتشكل خزانا للقيم والمعاني والرؤى هناك من يشبهها في دول الخليج وتسمى بأم الدويس في دول الخليج قصة في الإمارات يتداول أسطورة أم الدويس أو أم الصبيان التي يقولون إنها جنية جميلة بالغة الأنوثة والجمال يفوح منها رائحة عطور خاطفة وكذابة يحكون أنها تلاحق الرجال ليلا وتفتنهم بجمالها وما إن يقع الرجل في شبكها تقتله وتأكله وأشيع أيضا أنها تخاف النساء وتظهر فقط للرجال ويشاع أن هذه الأسطورة مختلفة من أجل تحذير الرجال وتخويفهن من الافتتان بالنساء الغريبات ولإبعادهم عن المعصية والوقوع في الزنا وما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناة علشان تشوفوا الحلقات الجاية واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وشير علشان يشوفوا صحابكم